أعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن الأردن سيكون على موعد مع أكبر منتدى للسياحة العلاجية على مستوى العالم، والذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع عدة جهات تحت الرعاية الملكية السامية خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر الجاري. وقال الدكتور الحموري خلال مؤتمر صحفي إن تنظيم هذا المنتدى يأتي ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي في البلاد، حيث أن السياحة العلاجية من أولويات النمو الاقتصادي في المملكة. ونحن نعتقد بأن مشاركة ما يزيد عن 700 مشارك من أكثر من 50 دولة سيكون له أثر كبير في زيادة أعداد المرضى الوافدين إلى المملكة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد الصحي وعلى القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتبر مهمة جدا بالنسبة للسياحة العلاجية. أيضا نعتقد بأن السياحة العلاجية والسفر الصحي مهم جدا في دعم الاقتصاد الوطني من حيث دعم واردات البنك المركزي من العملات الصعبة، وتشكل إيرادات السياحة العلاجية ما يقارب 4% من الناتج القومي الإجمالي، وأيضا تساهم في خلق فرص عمل للأردنيين والحد من البطالة. يعني هذا المنتدى رح يكون يسلط الضوء على العديد من الإنجازات العلمية الطبية الأردنية، ويتم مناقشة مواضيع طبية متخصصة. بالتأكيد الأردن له سمعة طبية عالمية، وبالتالي عقد مثل هذا النوع من المؤتمرات المتخصصة بأكد على مكانة الأردن العالمية على خارطة السياحة الطبية والاستشفائية في العالم. وجود مشاركين من الخارج بالتأكيد هذا بهمنا احنا كتنشيط السياحة، وبتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة مع وزارة الصحة استقطاب مثل هذا النوع من المؤتمرات والمنتديات اللي ما له أثر إيجابي على الاقتصاد بشكل عام والدخل السياحي. الأوراق النقاشية التي سيتم مناقشتها بتأكيد راح تكون متخصصة، إنجازات علمية نفتخر فيها، وبالتالي هذا نوع من الترويج والتسويق للأردن كوجهة للسياحة الاستشفائية. يأتي هذا المؤتمر بعد المؤتمر السابق اللي عقد في عام 2019، فإحنا انقطعنا خلال فترة الكورونا، فحبينا أن إحنا يعني نحيي هذا النوع من اللقاءات ويكون موطنها الأردن. صحيح الأردن مكان مناسب جدا لأنه إحنا متفاعلين جدا مع كل أنشطة السياحة العلاجية العالمية والعربية، ونتوقع أن يكون المشاركين من 50 دولة حوالي 700 مشارك، وهناك يعني ندوات ستغطي كثير من مجالات السياحة العلاجية في الأردن وفي العالم.